أنا ساكنة في بيت خور تاع خور رجلي، نعم في والدار هذه تاع بناء ريفي. إيه ومن بعد كي شغل كي رحنا رجعوها على اسمنا يقولوا لنا ممنوع. وعلاش ترجعوها باسمكم؟ هذه دار تاع خور رجلك حبيت ترجعوها باسمكم علاه؟ قلت لك هذه تاع خور رجلي. إيه واش عليه ماشي تاعكم، علاش حبيت ترجعوها باسمكم؟ حبينا نرجعوها على اسمنا كي شغل تبادلنا. كيفاش تبادلتوا ما فهمتش؟ كنا ساكنين تما عند الشيخ. اها. هم بعد كي شغل كي كانوا مشاكل وكلش، هو مكان هو عنده هذه فيلا تاع بناء الريفي ما يقدرش يخدمها. واش عليه بناء الريفي هو ساكن عنده وضع خاص. علاش حبيتوا ترجعوها علاش حبيتوا ترجعوها باسمكم؟ باسكو حنا اللي ساكنين فيها وحنا مدينا الفيلا اللي كنا ساكنين فيها مديناها لخور رجلي. عطيتي له فيلا وعطاكم فيلا. ايه وعلاش كي شغل هو ما كانش يقدر يخدمها، حنا خدمناها، دوكا رانا ساكنين فيها، كي رحنا تما نسولوا الوضعية قالوا لنا ممنوع، ما تقدروش ترجعوها على اسمكم ولا ديروا عقد هيبة ولا. طبعا هذه الدار هذه ورثتوها شريتوها، ما ورثتوها ما شريتوها. الوضع تاعها خاص. تبادلنا فيلا بفيلا. كيفاش فيلا بفيلا؟ ما فهمتش انا، بناء ريفي هو الفيلا اللي عطيته له واش تاع من؟ تاعنا تاع رجلي. وعلاش تبادلتوا ده فيلا بفيلا؟ علاش؟ شو السبب؟ كي شغل هو كي كنا كي كان عندنا مشاكل هو ما حبش يهبط الفيلا هذه باسكو ما كانتش مخدومه. وانتم علاش خليتوا الفيلا تاعكم مخدومه ورحتوا الفيلا ماشي مخدومه؟ حبينا تما نبعدوا على المشاكل هذا ما كان. السكن الريفي فيه دعم تاع الدولة وفيه وضع خاص. ايه بناء ريفي. طبعا فيه وضع خاص، التسوية تاعه صعبة جدا. ايه. ترجعوا لداركم خير، ترجعوا لداركم، ترجعوا لداركم تعطيوا له داره. أحسن للاستقرار، باش تضمن له الاستقرار. وداركم عندها. ما كانش عندنا. واش عندنا؟ ما كانش حل ولا. هذه ما تتباع. ما لأن الوثائق عنده الوثائق وما عندوش. نعم كيف؟ هل عنده الوثائق؟ عنده العقد؟ ايه مدنا كلش. هل عنده عقد ملكية؟ حيازة. شفتي كيفاش؟ ايه اذا ما عندوش وثائق. اللي ما عندوش وثائق ما يقدرش يبيع حاجة ماهيش ملكه. وبالمقابل قلت لك لحسن الاستقرار من الأحسن ترجعوا لبيتكم ويرجع لبيته هو، لأنه تريحوا سنوات وتخليوا هذا المشكل حتى لولادكم. يعني الناس صح على هذه رانا نسكتوا أستاذ. الناس يتبادلوا في السكنات تاع الدولة وما يفرضوا واقع ما على بالهمش كاع واش صاير، ما عجبته أرض يبني بناء ريفي يبيعوا، هو أصلا على باله بلي ما يقدر يدير وثائق ما يقدرش يسوي. يعني في الاول يروح ما عنديش وعاونوني ويوقف من البلديه ويرفضوا المطالب وكل شيء، من بعد غير يمكنوهم من شي حوايج يبداو يبيعوا، يبدا يبيع باسعار خياليه، يديروا الناس مبادلات تاع سكنات ما يعرفوش حتى ما يروحوش. درت مبادله وعند موثق دير مبادله، يقول لك الموثق ما تقدرش ديرها، قانون لا يجوز، خلاص ما ديرش المبادله، قول له خويا هاك مفتحك اعطيني فتحي خلاص. ما عندنا مدنا الامور اللي راح نحصلوا بها احنا ويحصلوا بها اولادنا. هما يقرروا من راسهم يديروا واش يحبوا، ما يحبوا يفرضوا على الدوله دير لهم حلول. هذا الانسان هو اللي يروح يطلب البناء الريفي ويحتج ويلم على الغاشي، وحنا وديروا لنا وحنا مناطق نائيه، غير يعطيوها له يروح يبيعها. طبعا السلوك البشري تحكموه القوانين، لكم ما تحكموش القوانين ما عندوش حدود. السلوك البشري يبحث دائما عن المزيد. القوانين جاءت باش تكبح باش تحبس هذا السلوك وهذا المطالب التي لا تنتهي تاع البشر. القوانين جاءت باش تنظم. عطاوك السكن ليك، عطاوك دعم الدولة ليك، دعموك في البناء الريفي، وملف البناء الريفي بين قوسين كون نفتحوه كوارث فيه. كوارث لا تنتهي تماما. سواء من حيث أصل الملكية، من حيث المستفيدين، من حيث الغش في الإسمنت، من حيث الغش في المساحة، من حيث المحسوبية في منح هذا البناء الريفي داخل بلدية واحدة، وأمور كثيرة ماهوش الوقت المناسب باش نحكيو عليها.
ولكن اذا ما عندوش عقد ملكيه باش دير المبادره عند الموثق تكونوا مرتاحين، هو مرتاح الاخ تاعو والابناء مستقبلا مرتاحين. كل ما عدا ذلك لما كانش هذه الامور هي مخاطره ما عندهاش اي نتائج منتظره.